وهذا سائل يقول: ما معنى أن يعتقد الإنسان أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه؟ الإيمان بالقضاء والقدر، معناها الإيمان بالقضاء والقدر، وأن ما قدر عليه لا بد أن يقع، ولا ملاص ولا مخلص له منه، فيؤمن بالقضاء والقدر ويسلم الأمر لله سبحانه وتعالى ولا يجزع ولا يسخط. نعم.